السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير. صباحكم صباحين، صباح الكحل العين، صباح العرب مرة، وصباحكم انتو مرتين. كيف حالكم وكيف انتو؟ ويا مرحبا وسهلا. أنا بخير وسهالة، مرة ما علي قاصر، وصباحي فنان ونشاط وحيوية، وغادي ما شاء الله تبارك الرحمن رقم واحد، ولا أشكو من باس. الأخبار طيبتيني، العلوم الزينة عندي، ها خير إن شاء الله. يا الله صباح خير. How are you? Everything good? ما شاء الله today you have a new color. صح وتيز. أنا أنا today. Anything. Yes. طيب انا وين ادوان فور؟ نو فور يسترداي نو. اكيد الحين بتقولون شو قالت له؟ او شو تقول الحين؟ شو تشاوره؟ هتشاورني تقول لي بتلبس لبسك البارحية لو غير؟ لا قلت لها غير. ما كنت لبست انا لبس وديتين اللي هن النعول. فانا عندي نعول يمكن من 15 سنة. ولا يعولن ولا يختار من النعول مدامك ما بتخاوض بهن ولا تعقهن بحر ولا تمشي بهن في الغيلة ما تعول. وين شفت مياها تميت تتخاوض؟ وين شفت يوم تشوف المطر ولا تدخل بهن الدروس ولا تدخل بهن الزروب؟ تخترب النعال ولا تمشي بها وقت المطر. وقت المطر لها لبسة وظهرة المطر وظهرة البحر لها لبسة وكل شيء مرتب. فلذلك الشيء الحشيم يعيش عندك دهر. فلذلك يمثثون ساماني وردون في الكبت ونظفوه وعدلوه وحطوه بالباكر اظهر غيره ما يخترب. والأول بسيط سعرها الحين نعول بهايك الحكي. فغميضة انك انت تصير وتخرب سامانك. فعندي اللي يلقطني كل يوم ما تعول لبساتي فكل يوم ينظفونها ويرفعونها ولا يعولن ولا يعول له بيخطف عليهن دهر. اي بطه هاو ار يو؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ثانك يو يا بطه ثانك يو. اي والله شوف كل شيء يبالك تحافظ عليه في الحياه، كل شيء تحافظ عليه، العلاقة، الصداقة، العيال، الزراعة، الحلال، المال، صحك روحك أنت الإنسان لازم تحافظ عليها، حلالك بعلاقاتك ويا العرب بين فترة الثانية التواصل، واصل لا تقول أنا ما واصل فلان أو ما بسأل عنه هو ما يسأل عني هو ما بخير ولا ما باصل. ليش؟ خيركم من يبدأ السلام، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. هي ليش ما بنت اللي تبتدي؟ ليش ما بنت؟ ليش ما بنت اللي تبتدي؟ ليش مش أنت اللي تبادر؟ ليش مش أنت اللي تكون يعني لك سبق في الموضوع هذا؟ لا ليش كلهم هم؟ لا أنا غير، أنا أكبر، أنا أطول، أنا أصل. تم مكانك أنت وصلك والله يا أبوك. لتازمين معلاية شروى سفينة نوح. فتازمين معلاي شروى سفينة نوح. دمي روحك في هالكون. لا دمي اللي يقول أنا ما بسير ما يوني أو ما وصلوني أنا ما بوصلهم. معلوم معلوم هذا كأن عزة النفس مطلوبة، لكن هالزمان ما نبوي ما شي فايدة. الناس تمشي وتفقع وتموت، كل يوم حد مات كل يوم حد مات. يا ويلك من الله، عاد بيموت عنك فلان ولا علان وانتم الزائلين. يستوي عاد ترضاها على عمرك ان تفارج الدنيا ولا انت تفارج الدنيا وانت ما بصلح وياه؟ لا والله خيركم اللي يبدي السلام، حتى لو ما رد السلام، حتى لو ما واصلك، حتى لو براي رب العالمين قادر انه كان في كيد انه يرده النحرة، وكان فيه غل ان غل يظهر على وجهه تلقط وجهه ولا وجهه متقرفص وغادي وجهه ومقفاها واحد. هاللي اللي ابوكم ما ترد السلام وتصعر خدها للعرب. اي نعم يا الله يا الله يا الله يا هاي غادي الوجه نجد نجد والعياذ بالله. لو تصلوا صين مليون مكياج ما يعتدل.
الويه الله خالجنا حسن، الويه من الله سبحانه وتعالى، خالج الويه في أحسن تصوير، تحيسنه من سوء الظن ومن الوغادة ومن لعانة اليدان اللي فيك. الابتسامة في وجه أخوك المسلم هاي صدقة، إن كنت رجل أو مرأة، كنت رجل أو مرأة لازم الابتسامة، لازم الضحكة، لازم عندك، لازم دونك، لازم قضاء الحوائج اللوادم، لازم المساعدة، لازم الأصدقاء، وبالأهم الأصدقاء، وبالأهم العطية، وبالأهم الهدية. بين فترة والثانية الهدية ما بلازم لها مناسبة، اللي يقول إن الهدية لها مناسبة هذا كذب من حبلين مشى. الهدية ما لها وقت بعد، الهدية الصبح، الهدية المساء، أي وقت أبوي. الإنسان اللي الله مرهي عليه وعنده خير، الهدية ما بلازم صيغة بمليون، الهدية ما بلازم صيغة بمليون، حتى لو تخاطف أبوي طرف الحوي وتقص الكوريدة، تقص الكوريدة تعطيها الهدية، اللي تعطيها الهدية هذه بيشوف عبارك أنك عاطنها مرية مش ناف. صباح الخير ويا الوريدة، يا سلام سلم. أوه شو بيغدي الإنسان على ما أخذنها، عنقه حوار. يلا بنام بالصخلاف. ترى يا صلاح رايت الفطور اليوم؟ والله انه زين في ذمتي هالفنان ويا محمد، ابو محمد ما يمدح الا زين، اشكره. امي بتعزميني يوم بينا بانكوك؟ نعم انا بنعزمه. يا مرحبا على المطعم هذا الطيب. ابويا بنت غانم وبنت مهير، من رايت لا فنك انت، رايا كله توصل بانكوك بالسلامه، حياك الله. هاي خلي اليوم اللي. اليوم سيلفي وياك صورة، تعال عاد وراي تي وراك، هي حق تظهر في الصورة. ها شوف هذا، وان تو ثري هاي. لا تشيز قصدي، تشيز. أحب فيديو ولا شو؟ لا صورة. واحد اثنين ثلاثة تشيز، تشيز هذا تشيز ترى، وعلى أبوه قلنا تشيز. شيء واحد، انا نزلت وتم هو جالس حتى ما قال لي صباح الخير. Good morning. تدور صباح الخير. خير. ريت لو بعدك. انت معاه. ترياني لين حينه؟ ايه. قول والله. ايه. يلا نسيت تريك. يلا. ما شاء الله عليك، ما شاء الله بطه. How are you? Good morning شباب. How are you? ها شو الأخبار؟ شان بيش أخبارك؟ شو سويت؟ شو ما سويت؟ تعال تعال، شو أخبارك؟ طحني من دالي. شو أخبارك شان بي؟ كله تمام والله. كل زين؟ كله زين. ما في أخبار جديد؟ لا ما شاء الله. كل زين. نخل زين. نخل والله كله الحمد لله زين. هي. هذا واحد ما في فوق زيادة. هي. واحد مرة أنا واحد بس سجيل. هي. بس هذا نخل طافان سمسمة، واحد حديد هاللي من الرمال. هي. أنا راسه يبطل من هذا زور، يجي من تحت هذا شكل التلا كله سمسم، يعني بودر دود ما في. دود ما في؟ لا كله أنا أمس أسو بعض كله هذا. ليش بيديح؟ ما بيديح. طويل طويل ما بيديح. وين سعر أنت؟ أي. Thank you. Welcome. زراعة كله ما شاء الله سوي جلاب. أمس. كله جلبت له. شكرا. Thank you. صباح الخير مستر صلاح، هاو ار يو؟ ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. اخ عليك اخ عليك، شو يدي عيال؟ شو ما شاء الله عليه، هذا خراف اليوم، كل يوم يخرف شويون، كل يوم يخرف شويون. خيخ هذا بعد الخيخ يخرف. شو ما شاء الله. والهديه يا بابا؟ الهديه كل هديه، ها الهديه جايت انك حبيبي بالشارجة. ما اعرف عاد شو داخل لين الحين، بعدي ما بطلت. يلا ابوي مطرش حق صلاح خريطين، شوفيهم عاد احب اخبركم. يلا تعال بتي الدواركة بخليها تبطل لك الاشياء هاي زين، انا متعايز هي. ها هي هاي عليها صورة، هي زايد الله يخليها. انت ها
زين شو الحين تبى يراونك سامانك ولا تريق اول؟ اول شيء لا شو اللي يريب صلاح؟ اول شوهم شوهم يلا كوكلي. زين صلاح؟ زين حطين لك عليهم حطين عليهم. شكرا. وهاي شنطه. شو ذي؟ ها شوف شو مكتوب عليها. كاتب عليها الخالدي. وهذا ها صلاح. يلا عاده. وهذا شو؟ الخرائط بعد من غير. إلي هنا صور الشيوخ وكراطيس. يلا open all of these things. Everything. وهاي بعد مخدة من غير. يلا open this one. يلا. open what is this؟ ها هذا صلاح باور بنك. ها مكتوب عليه بعد الخالدي. وهذا بوك. مكتوب ها عليه صلاح حق البيزات هذا ها صلاح. وهذا ما أدري شو. هذا حق الموبايل. تعالج في رقبك. آه عشان ما يطيح زين يا شو بعد ما في شيء خلاص قراطيس هالمتن فين هل هذا بس ما عليه عدوان ما عليه شيء صلاح شو اسمه ما شيء عدوان عليه ما شيء شيء يمكن هذا ابوي عدوان هم اللي تطرش هذا بيكون يلا شكرا هذا تشرش هذا كله حقك انت بس ما خليتنا نرقد صباح الله خير هدية وهدية يتك الهدية صلاح أبوي قبض المعاش بيراوين نحين المعاش وبيعطي حفيظ بخشيش بعد السلام عليكم زين مغطي ديك مغطي ديك شو بلاك كهرباء فيها يديد زراونا عاد وين المعاش وين الفلوس أشوف صلاح بيقتالونك صلاح بيجتلونك بياخذون بيزاتك انت لو مسكين ما ينك هالكثر بيزات الله اكبر هاي يوم يقول لك هل يصيح بالمالحة هذا يطرون هذا اللادبي يبي ما عنده طال البوك ممزور لين عينه ها شو عشان بيقول نادي ريدي الدهنه ايوه يلا خب زقركم دوارك ابوي المجتوم بارك الله فيكم ليطرونه يأتنا أبوي الأخبار من شرق الأرض ومن مغربها يقولوا هذا هو صلاح هاي الهدية اللي جاية تنك من عند رجال اسمه الحليان من هالشارجة طايفتهم أو لبوقتهم أو اسمه والله ما أدري لكن أظني لبوقتهم قوم الحليان زين هذا اللي مطرش من عند الرجال اسمه أظني خليل الحليان ولا موسى الحليان والله ما أتذكر شو مكتوب ها تعرفه وين تعرف مول ايه كوفي صليت تلاقيتوا وياه صليتوا مع بعض ايه ايه يوم ساعد خالد القصاب ايوه هذا ايه ايوه شكرا قول له شكرا عفان صلاح شو هذا ما شفت خير انت خير زين ما بتاخر زين دقيقه واحده زين هذا كوك الدهنه زاهده هاي ذوابتنا شوف ايش قاعد صافي هاي مرة معتزلة رطوبة عنها كل شيء ها يلا 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 أقم دويال هاي ذوابتنا الحين نحن نكرم هالذوابة بالدهنة بالدويال فتغدري حتى تصير يومين نسوي لنا روحنا يلا 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 ثاني ثاني يلا شلي انت وياهن ايه ترتري زين فتازم بولين روحة تعتزل بولين الخلاصة عن الدهنة وانت ريا ابوي ليل يسير وتبرد من تبرد ابوي الدوابه صبوها ابوي في غراش على ما شي غراش وشي دباب وشي دباب وشي غراش والدنيا مطرجه وهاي ابوي المهره حين ما يقارب 34 سنه الزبد من وين؟ راح بخبركم الزبد من وين؟ تضاول الزبد عندهم دقوا نتيل وقال ابوي طلبيتكم زاهده سار ركبوا المريل هذا بكبره هذا يشل ما يقارب نص طن 500 كيلو اركبوه في السيارة في البيكاب وآزنوا البيكاب قبل ما يدخل عندهم المزرعة آزنوه ومن يدبون ابوي الجدر لين عين الزبد ركبوا عند على الميزان وآزنوه دفعنا ابوي بيزاته
حط الركبه يا ابوه البيت وعدله ونظفه واشخله وعد يعني غدار رقم واحد، واركب ابوي على الضوء ولبقه وتحته لين تخوز الرطوبه اللي فيه. فلذلك الدهنه اللي عندنا لو بتكمل 5 سنين 6 سنين ما تعول ولا تختلف، لانها مملوحه ومكرومه بالنضوي وما فيها رطوبه. الدهنه متى تخترب؟ تخترب ان حبشت اليد او ياها خرس. من تخرس الدهنه حطوا فيها خاشوقه فيها ماء ولا حطوا فيها زخت هيدين ولا شيات تخترب الدهنه. نعم هذا 100%. اقول كم اتصلت في ابو سنيد راشد بن حاده خبير نوايع النخيل والرطبان اللي في الكون كلها الله يحفظه، فطرش لنا الخبر هذا وقال لنا ابوي النوع اللي عندك يا ابو محمد اسمه مجتوم، ما بمجتومي، المجتومي غير والمجتوم غير، هذا اللي عندك انت هذا اسمه مجتوم، وهذا من نوع اللي الحجم الرطبه كبيره، وعطاني المواصفات وعطاني وصف النخله انها خوصه تسترطبه لدن طايح شرات خوصه الناريله وهو ما بناريله اللي هي صرمه سعفة المجتوم. فلذلك يوم سرت وطالعتها ولأنها صحيحة لما قال الرجال إذا الله خير والله يحفظه ويبات فيه خبير نوايع نخل وخبير في الرطب والله يطرح فيه البركة، ينفع به المسلمين والمسلمات، ينفع به البشرية كثر ما هو مهتم في مجال الرطب والنخيل والمزايد. صح وانت تدور انت تدور توصل راسنا. صح لا براهي شو اسمه تو بالمر سويت شيء قال هاي طريقه تصوير جديده او انه تركب السياره. صبر خلنا نكمل الدور. لا اصبر قاعد لفو هم جيم ها بعد دور دور ها بس ابي دور راسي ابو محمد. لا 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 وانت تدور وانت تدور ها وانت تدور صبر 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 جايز. هذا والله حركة حلوة صراحة. هذا ابوي معقول رهيب. كاد الدواء ابو محمد شو كاد الملح انت كاد الملح شو سوي الدواء شو يخص الدواء يا ابراهيم من ظهرنا وتخر وخر 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 والله من الدواء شو الدواء ترى ينعس مكتوب فيه شو ينعس والله لو تشرب قلن دواء انت لا وين يبيك فيك يا قلن قلن هي انا اشرب قلن قلن دواء ما تعرف شو القلن هالعود هي الله يسامحني هادي احبك موت تعال مسيحان ما يبادك ولا يختلف تنام في دارك اكيد في الجيم في الجيم قبل المغرب وصلت قبل المغرب شي بربع ساعه في خاطري الحين ابتديت بيد بتفوتني الصلاه لكن ابوي اتريع 10 دقائق الحمد لله تريت 10 دقائق وصلينا جماعه في مصلى الجيم وعقبت لي التمرين والحمد لله الامور طيبه والجيم ابوي منزور لين عينه حد ابوي يتمرن ريول وحد كراعين وحد اكتاف وحد كارديو ها ما شاء الله والدنيا مطرجه اي نعم اخباري طيبه اموري زينه اتوقع ان اليوم بيكون شيخ الروفه من الخراريف الاوليه ان شاء الله كل شيء زين باكر في احتماليه نسير شرق ولا غرب برد عليكم الاخبار ورا باكر مسافر ان شاء الله نسير اسكندريه طياره دايركت من مطار ابو ظبي الدولي الى مطار اسكندريه ان شاء الله. نعم نعم طيران الاتحاد يسيرون رحله يوميه الى اسكندريه يوميا طول فتره الصيف. دايرك من تنتهي عاصمه الخير الى اسكندريه اسكندر مقدوني ظني هذا لانه مناسب. اقول لك
يقولون انا خالد ما يتمرن هي داله يرمس في التليفون انا مسك التليفون بس ما الشاي ما شاء الله عليك قوم خالي لف على الاجهزه كلها هي ما شاء الله خلصت الاجهزه كلها يعني انا يلا مستلف منك وزن توني يا ربي يا النقمه مكبر يعطيني وزن يا ريال يعطيك العافيه يا ربي النقمه مكبرها توني يا توني توني يا توني يا سلام توني يا توني توني يا توني يا سلام أقولكم هذا اللي تشوفونه هذا ها دكتور هاللي تشوفونه دكتور وكاتب وصحفي ومليون شغلة عنده ولا ودر الحديد يوميا يجي ما قال والله عندي محاضرات وعندي أنا رسالة دكتورة وعندي شغلي وعي البيت وما أدري شو ما أظني بعد حرب فيه عند الله وبيتين وشغلة طويلة عريضة سبحان الله ولا مودر التمرين لأن أبوي من بغى شيء ودر شيء ما شاء الله عليها صدره يدفع دم أحمد تبارك الرحمن واحد والله هو سعيد بن قرباج سعيد تراني صورتك ما عليه ما شيء مشكلة ما عندك مشكلة لكن ما تدري بي شو قلت ما تدري بي شو قلت أقول الخير محمد الله يستر أقول لكم أنا الحين توني جاي من الجيم لكن سبحان الله ريحة الخيمة بكبرها يا حسمين ريحة تعطعط شال الدنيا كلها فوق رأسه ما شاء الله تبارك الرحمن ريحة جميلة وخنينة تبارك الرحمن يا الله يا رب يا الله يا رب تدوم علينا نعمة الأمن والأمان وراحة البال والطمأنينة ودوم علينا كل شيء خنين وكل خبر زين وكل ريحة زين وكل ريحة طيبة يكون دب الحياة طول ما نحن حيين ما نروح إلا الشيء الطيب وما نسمع إلا الخبر اللي يطيب الخاطر والخبر اللي كدر الخاطر دخيل الله ما فينا عيزنا قلنا جيج من كثر ما نسمع الخبر الشيء بس علينا يا أبوكم عيزنا يا وقت أبوي متى بنسمع الخبر خاطرنا نسمع كل أخبار طيبة متى بي وقت كل أخبار طيبة متى بي الوقت اللي كله نسمع أخبار طيبة ما نبى الشين ما نبى الشين ولا نبى الآدمي حتى الشين ولا نبى قربه الشين ولا نبى حتى الوصلة الشين الراعي العلوم الشينة الراعي الوصوف الشينة راعي الكلام الشين ها كل أبوي ما نبى قربه بعيد عنك يا دول بعيد عنك يا دول يشرفني ويسعدني أني أنشر لكم حساب راشد المرر المتخصص في علوم النخيل ومنتجاته حساب تمركو على إنستغرام شخصية مميزة رجل عن 40 ريال الله يحفظه ويبارك فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو محمد إيش حالك ربك وخير شرفنا نحن إدارة حساب تمركو الحساب الأول في السوشيال ميديا والإنستغرام ليدعم المزارعين بتثقيفهم ورفع الوعي ويسهلهم الكثير من العناية الصحيحة أن ندعوك لدعمنا بنشر هذا المقطع من باب الدعم من باب التعرف على الحساب لشريحة أكبر رغم أن لك تأثير في السوشيال ميديا في الوقت الحالي إنسان دائم ساعي الخير وداعم لهذه المجالات وخيرك سابق القريب والبعيد ولا تقصر نتشرف كإدارة حساب تمركو بطلب الدعم بنشر هذا المقطع ونشر الحساب لدعم إخواننا المزارعين والناس كافة ومنفعة الشعب يا ربي وفقنا وياك للخير والعز والطاعة وتقبل تحياتي أخوك راشد المرار المشرف العام قصتنا الله يحفظ أول شيء مساكم الله بالخير والنور والسرور قصتنا الله يحفظ في يوم من القصص الحقيقية أيام الزمن الجميل أيام الزمن الجميل كان شخص متولع في زوجته يعشقها لحد الجنون يعشقها ويمدحها ويعد فيها القصيد ويثني عليها ويتروع عليها من المهب من نسمة الهوى من المهيب العادية هاي يتروع عليها ويعشقها عشق الجنون ويموت على الأرض اللي هي تمشي عليها ليطرى واسمها شرق هي طرى واسمها شرق ما الله رزقهم شيء من العيال ما الله رزقهم بدره ويعشقها مثل ما قلت لكم لحد الجنون
هو شاعر وهي شاعر، اثنين تم شعراء. نعم، الريال شاعر والحرمة شاعر، اثنين تم شعراء. حد في لفظا يقال الشاعر للمرأة وللرجل، المرأة أعتقد لا يقال أنها شاعرة، مثل عندنا الأول يتواصفون عشبة خليفي على الجنة ما يقولون عوش الشاعرة، لا يقولون عوش الشاعر. لذلك نحن أنا فمعتقدي أن أتخذت هذا ركيز، يعني العلم عند الله، في احتمال يكون صواب في احتمال يكون غلط، فلذلك هو شاعر وحرمته شاعر بعد في نفس الوقت. وكان الرجال هذا الله يحفظكم علاقته بزوجته علاقة العاشق المتيم، اللي ما كأنه زوج، كأنهم بعدهم عايشين قصة حب، وحبهم مع الزواج يزيد مع الأيام، يزيد ما يخف الإعجاب، ما خف، ما أخذنها عن حب وتم الحب وكل الحب النجاح والاستمرارية وعد القصيد من قبلها ومن قبله، فكان حبهم ينضرب لوصوف. الرجل الله يحفظكم يمتهن مهنة الغوص، حال حال بهاتنا ويدودنا وخوالنا وأخوتنا وجماعتنا، كل الجماعة يعني اللي في الوقت اللي خطف، مهنة تم مهنة الغوص، ما شيء مهنة غير الغوص. المرأة إنها طالت عماركم يا وقت مد الغوص قبل ما يسافر، كان العناق قوي وشديد، وأوصاها كثر ما أوصاها بالحفاظ على نفسه. أنت تتحملي على عمرك، وأنت رأس المال، وأنت ركيزة البيت، وأنت اللي محد شراتك، وأنت 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 ودخيل والدك، تتحملي على عمرك، لا تظهرين ولا تسرين. تم يوصيها الرجل مثل ما يوصي الرجل حرمته وأهل بيته بالحفاظ على عمارهم في وقت غيابه. مد الغوص، ترى الكل منكم والجميع والناس كلها تعرف أن رحلة الغوص تمتد من 3 إلى 4 شهور زايد 10 أيام قاصر 10 أيام. في هالأثناء كل العالم هاي اللي مدون الغوص ما يردون البلاد، إذا خطفوا على بلاد ولا خطفوا على يزيرة ولا خطفوا على بقعة، بغوا يتميرون شيء، قاصرنهم عيش، قاصرنهم ملح، قاصرنهم شكر، خذوا. لكن حد منهم ما يطابجوا، ما يصيرون شيء من البقع، ولا يدخلون لا بلد ولا يزر، لا بلادين ولا شيء من يزر. تيهم شيء يسمونها التشالة، التشالة هاي عبارة عن قارب، قارب فيه هبات الريح، فيه عيش، فيه شكر، فيه ملح، فيه لوم يابس، فيه ماي. فهاي التشالة خطف على عدة نواخذ من اللي مادين الغوص، فيميرون، لأن أكثر ما يكون في التشالة الماء، الماء هو أكثر ما يكون حمال التشالة، لأن شو يستنزفون الماء اللي عندهم فيوجف ماهم، فما بيشربون بحر، فيازمون يقتصدون في الماء. فلين تيهم التشالة هاي فيزودون المحامل والخشب اللي فيها الغاصة من الماء من التشالة، ويأخذون اللي قاصر منهم. ومن حمالها غير الماء والعيش واللوم يابس مثل ما قلنا لكم والشكر، يكون فيها بعد السح. وتعتبر التشالة في هذاك الآن مثل البريد، مثل البريد. إذا أن اللي مادين القوصة في المحمل هذا والبحرية يعرفون أن الرجال هذا جاي من وين، من بلادهم ولا من بقعدتهم، يجيب عاد الأخبار منو حي منو ميت منو مراض منو شو استوى شو ما استوى في البلاد، كل أخبار يجيبها منو اللي في التشالة. ظاهرين العرب من بيوتهم، الغاصة هاي والسيوب ظاهرين من بيوتهم من متى، من 2 أو 3 شهور يتشفقون على الخبر. فمن يشوفون حد جاي من بلادهم أو من قريتهم أو من مدينتهم، تخبروه اللي في التشالة، ها بشرنا شو أخبار البلاد، شو مستوي، شو ياكم، شو استوى عليكم منو، يعني كل أخبار تي عند هذا، عبارة ساعة البريد، لأن ما حد جاي من هاي البلاد إلا هذا راعي التشالة، ليه يبيع ويشتري لك مثل ما قلنا لكم، بائع متجول لكن في نص الغبة. المهم وصلت التشالة وين؟ عند الخشب اللي فيها
الشاعر اللي عليه الموضوع هذا اللي حين بنرمس عنه، راعي اللي في التشالي يسمونه حسن، ولا تصغيروني 13 15 سنه عمره، قاصر زايد شويه. واول ما شافه الشاعر عرفه ان هذا هو من نفس البلاد اللي هم فيها، سلم عليه وتحفه، ها بشرني شو البلاد وشو الجماعه، ايش حال فلانه، ايش حالها فلانه، بيموت قلت لكم عليها غني لها بالاشواق، ايش حال فلانه؟ قال له بشرك ان فلانه بخير، فلان بخير ولا تشكو من بأس، وسرك حالها حتى شفتها متحنية، شفتها متحنية. هو قال شفتها متحنية، الرجال هاك كان حضار بنا بسابعته تخنيها الولد على ويهه، بس اللي رمسة غمرية يعني يبي يفرحه، ما درى ان ضربه بسابعته بخنيها. من المتعارف عليه ان الحرمة وقت سفر ريلها بالأخص الأول في مد الغوص ما تتحنى، وجليل ما تتشحل، لا تتحنى ولا تتشحل في وقت غياب الريل، لأن الحرمة تتحنى يوم بيضوي الريل، جريب بيون الغاصة اتفركن بالنيل وتفركن بالوارس، وما خلن شيء ما حطن وتحنن وتعدلن يترين ريالهن. لكن هذه حينه ريلها محد توهم مادين الغوص شهر شهرين، كيف متحنية؟ تم الشيطان يودي ويجيب في الشاعر، وتمت الأفكار تودي وتيب، ويضرب أخماس الأفكار تودي وتيب، ويضرب أخماس بس داس، كيف متحنية؟ والمنو متحنية؟ منو هذا اللي هي متحنية أسبه؟ وتم لكم يا أبوكم الناس تختل وترتاح، وهو الرقاد ما يجي ولا غفت له عين ولا غمض له جفن. سامحوني الولد اللي في التشاله ما بسمه حسن، اسمه حمد، الولد اسمه حمد. المراد ان شاعرنا ابويا لا ليل ليل ولا نهار نهار، الشيطان ابويا ركب معالي راسه وقال له رويلاته، ثم الوسواس ياكل في ينبك انت يا الشاعر، يحاتي انه كيف انت يا حمد جبت هالخبر انه حرمة الشاعر متحنية، وتم عاد الوسواس يودي ويجي. شاعر الله يحفظكم ما كان عنده خبر ان حرمته تعاني في عوق في اطراف يديها وراحة يديها، يجيها مثل الثواليل تظهر في اطراف ينبها، ف كانت تعالج عمرها بالحنة، فلذلك الحنة كانت الأول العرب كل شيء يعتقدون فيه ويسوون ويتعالجون الحمد لله بالفطرة الأمور طيبة ويغدون بخير، فلذلك كانت تتعالج عن الثواليل بالحنة، ولكنه ما كان يدري، هي من كثر محبته لو عشقها له ما تبي تكدر خاطره حتى لو تنيرح، ما تطريل ولا تبا صفوة يتعكر. المرأة طالت عماركم استوى القفار، وقف موسم الغوص، ورد الرجال بيته، رد البيت والحرمة ترحب وتهلي وحاله لله الدخوني عطعط والحنة روايب والشونقي ما شاء الله تبارك الرحمن، يقول الزود عندي ريحة المحلب وريحة الياس وريحة الزعفران والشمطري، ييش وغادي تتقاطر من أطرافها، يقولون عنها تتقاطر من أطرافها هي الحرمة، هاي الشاعر حرمة الشاعر ريال، وهو والله ولا ملقنها بال، هي كبدة مطنبلة ولا ملقنها بال ولا درابها ولا حسبها الغيرة، ترى وسواسيا كم من شهر وهو يمزر، ترى الخبر اللي جايبنا، ترى جايب لنا الخبر حمد إن حرمك متحني، استنكرت تعامل كيف؟ مبهو هذا الرأي اللي تعرفه؟ مبهو هذا حبيب القلب؟ معاملة جافة، لقاء جاف، كلام جاف، ما شيء أي بادرة ابتسامة حتى، تم في طرف البيت ولا بملجفنها بال أبدا، قالت له بخبرك شو مستوي؟ شعده ما بدأ؟
شو هناك؟ شو ياك مختلف علي؟ عفية فلان ما حيدك هالنمونة؟ خذ شوية مده افتر عليها وجابلها وعد عليها هالكم بيت من القصيد. قالوا لفانا فرخ بحار اسم حمد لون حسن، قالوا شايف جيد وهيار ومخضبا تشفه بحنة، يا مشخص الخزنة غدا وبار ويا دانتن فيها خسرنا. الأول أزامطبت مع تيار واليوم في ربع الثمنة، يعني بممعنا خلاص اليوم عندي ثم ما تسوين شيء. أنتي اليوم معنا واليوم أنتي غديتي في ربع الثمنة، يعني طاح ثلاثة الأرباع من قيمتك اليوم، ما تسوين شيء عندك. ها القصيدة انصبت هذنيها مرة، شرات اللي صاب رصاص في هذنيها هاي الساعة. القصيدة هذه ما يعرفها إلا المتمرس في الشعر والمتمرس في القصيد والمتمرس في المعنى ويكون شاعر، فلذلك معنى القصيدة هذه فمت الشاعر أنها متهمة في عرضها ومتهمة في الخيانة، فأن كأن حد صاب عليها على خمرة راسه رصاص هاي الساعة، صخت بها الدنيا. لو ميت ما لو حط ضربه بسجين ما صبت قطرة دم من يمها، يمها ثلج خلاص، متهمة في شرفها. حريم الأول كان لو بين قال له اللي قال سخن خذن الأرض ما لعن عازم السيف لي والترس لك، لا خذن الهدو الأوليات ها رصاص هبحين أبوه، لا مجنوزات رصاص مبيايات خفاف خرخشان صيف قرقعان صيف هدنات الدون وطرقا، لا 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 تسمع وتيمع. قالت له الشاعر شوفي خاطرك علي، شي جاينك شي بلاك، فر ينب عليم ويه عليم ورد على ما كان عليه، حيث انها حرمة ستير ورايت رايت معنا بنت اصول نشت وقرفت لها الغداء، قرفت لها الغداء ويابت الغداء لين مكانه وهو يالس توا بيبتدي يتغدى. يوم حادث توا متفيزر توا اللقمة الأولية، لا اللقمة الثانية اللقمة الثالثة، عدت عليها الكم من بيت. مش خصك لا ولا ولا بار ولا ناله كل من تمنى، والنجم لو يلمع في الأبحار بعيد عن خايب الظن، ما تدربا تحت الأسد فار ولا الهوامش ينسرن، وهذا علينا كسر اعتبار ولين القيامة مزعلن. رد الحرمة على ريلها بهالكم بيت القصيد نزلت عليه مثل الصاعقة، مثل الصاعقة خلته تبريد مكانه، تبريد مكانه خلاص، حس بالندم كيف ظلم حرمته. لكن عقب شو؟ عقب كسر الاعتبار، من يستوي كسر الاعتبار خلاص ما شي فايدة، ما شي شرات الطعن بالشرف عند المرأة. يوم الريل يطعنها بشرفها هذا خلاص كسر، كسر يصعب يصعب انك تلحمه، الممن ينشب ما ينلقط. المرأة من تطعن في شرفها من قبل زوجها هذه مصيبة ما عقبها مصيبة، تازم ابوي شرات قرحة ايوب دب الحياة في جبدها، حزازة حزازة فوق قيح تازم جبدها مطبلة. حاول ساقياها بقيت عذر بغشيمة الغنيمة، الله الله عندك دونك ما شيء. قالت كسر اعتبار، ما عقب ما عقب كسر الاعتبار رجوع، لو لحمي ولحمك بين طبخا في مريا الواحد
نفر لحمي عن لحمك بيعتزلن اللحم بيعتزل عن بعضه ما بعض وهو في جدر واحد. خلاص لا أنت تصلح لي ولا أصلح لك، كسر اعتبار بينهم دار، كسر طرن ما يترقع. سمعتوا بطر اللي ما يترقع؟ هذا هو. واستوى الفصل بينهم وتفاصلوا ابتعدوا عن بعض خلاص استوت. آخر اللقاء هو القصيدة من عقب هاك العشق وهاك الحب، هذا كل من الوسواس، كل من الوسواس الخناس. المرج وفهمه من هذا من هالقصيد وهالقصة الحقيقية على فكرة، إن أي إنسان يسمع أو يشوف أو يفكر إنه ضروري يبعد عنه الوسواس بشتى الطرق ويجعل مليون لك وستمية حل دون عن رمي المحصنات ودون عن الطعن في الشرف ودون عن إنك تصدق في فلان ولا علان، حرمة ولا ذكر، ذكر ولا أنثى، إنك أنت تفكر في إنك تخدش شرفهم أو مجرد شك تشك في نزاهة الشخص هذا إن كان حرمة أو ريال. لازم تسوي حسابك وتعرف أنت شو اللي بيطهرك، شو بيطهرك من عقب غف المحصنة هذه، شو بيطهرك من عقب ما تتهم الريال هذا ولا الحرمة بالشيء القاصر. كل إنسان قبل ما يتخذ قرار يفكر لك وستمية مرة، لك وستمية مرة يفكر قبل ما يتخذ القرار وينفذ أو يتفوه بحرف واحد، لأن لسانك حصانك، إن صنته صانك، ما يقود للتهلكة إلا اللسان. اللسان هذا كل شيء في الدنيا العودة من وراء كنت يا هاللسان. لو ما في عظم، لو ما في عظم كغربلة هلا كم عقل لوادم في وهايج، كم دخل الناس في غرابين، كم عقل لوادم في ديون، كم عقل لوادم في مشاكل، في قال وقيل، كل وراء هاللسان وهو ما في عظم. غربلة هلا عيل لو في عظم هذا شو بيسوي؟ والله ليسوي المنكر، لكن الحمد لله أنا بلي عظم في هذا بيسوي الدنق. سمعتوه بالدنق بيظهر كل وراه لو فيه لسان لو فيه عظم، لكن الحمد لله انه ما فيه عظم. يلا على خير وان شاء الله باكر نتكلم وياكم في احتماليه اني اسير دبي اذا الله راد، يكون اصلي الظهر هناك ان شاء الله عندي لازم، باكر ان شاء الله بخبركم ايش اللي جلبتكم سيارتي. احتماليه اني اسير الله اعلم، عندي شغيل الصبح اذا الله راد ان شاء الله ويسر من اقضيه، وعندي بعد موعد صلاح بيون جماعة الضحى الساعة 9 إن شاء الله. إن تفككت إنه بات الأمور بتيكم الأخبار كلها إن شاء الله بتكون عندكم، وتصبحون على خير وسامحونا على إطالة والسموحة والعذر والسموحة من جنابكم. يلا سلام عليكم.